السلام عليكم. اليوم نروح لولاية بسكرة وبالضبط في مدينة بسكرة لنعرفكم على هذا المستشفى الرائع الذي تم إنشاؤه في مدينة بسكرة، المختص في تصفية الدم، واللي يعني يعتبر تبرع من المملكة العربية السعودية للجزائر، واللي تم إنشاؤه هذه مدة حوالي 4 أو 5 سنوات، و الآن يؤدي خدمات مهمة جدا في تصفية الكلى. إذن هنيئا لهذا المستشفى الرائع، يعتبر أكبر مستشفى لتصفية الكلى في الجزائر. إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو اللي يعني يعطي أكثر تفاصيل عن هذا المستشفى الهام، والسلام عليكم.